أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم صالح أعمالنا، واجعلنا وإياكم من عباده السعداء المقبولين، ولا يجعلنا وإياكم من عباده الأشقياء المحرومين، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. وبعد، عنوان محاضرتنا كي ندلف إليها دون مقدمات: الرقي الحضاري. نحن في هذه الأيام وفي هذه السنون أو السنوات العجاف تلك التي ينظر أو ينظر كثير من الناس إلى ديننا الحنيف نظرة ليست يعني خالصة النوايا، وهذا إما من تقصيرنا في عرض إسلامنا عرضا سلوكيا في أخلاقنا وتعاملاتنا، أو أن الآخر يريد عن قصد أو عن عمد تشويه هذا الإسلام الجميل. وقد يتهم المسلمون اليوم بأنهم ضد الحضارة وأساليب الحضارة، مع أن الذي أنجب كلمة الحضارة هم المسلمون أنفسهم. في علم الانثروبولوجي أو علم علوم الإنسانيات أو الإنسان لا توجد كلمة حضارة، إنما هناك في مدنية، في تقدم، في كلمات معينة تخص الثقافة النظرية وتخص التطبيق العملي لما وصل إليه عقل الإنسان. لكن عظمة الإسلام أن رقيه الحضاري أو ارتقائه بالحضارة ينبع من تكريم الإنسان وتوقير الإنسان، والإنسان لا يستطيع أن ينفلت في كونه أو لا يستطيع أن ينتظم في كونه إذا انفلت عن خالقه وعن منهجه. فعظمة الحضارة الإسلامية والرقي الحضاري الحقيقي هو أن ترتبط هذه الحضارة بخالقها، بخالق الإنسان. فنحن إذا استطعنا أن نقول إن لكل جهاز مصمم، فهذا الجهاز الذي أتكلم فيه الآن أخذ أنا الكتالوج الدال على تعطله أو توقفه أو تشغيله بالإذعان والتسليم دون معارضة وبلا مراء. وإذا ذهبنا إلى الطبيب وشخص لنا الداء ووصف لنا الدواء، فما على هذا المستخدم من سواء مريض أو مستخدم لهذا الدواء إلا أن يأخذه أيضا بالإذعان والتسليم بلا معارضة وبلا مراء، لأن الطبيب هو أعلم الناس بصحة الإنسان وأعلم بدائه وأعلم أيضا بدوائه. ولله المثل الأعلى، صمم هذا الإنسان وخلق من هذه الأرض، قبض من تراب الأرض ونفخ من روح الله عز وجل، ثم صار بشرا سويا، أسجد الله له الملائكة وأسكنه في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. فما كانت مرحلة وجود آدم وأمنا حواء في الجنة إلا مرحلة التدريب العملي كيف يتعايش في الأرض إذا هبط إليها. يعني من البداية هو هابط إلى الأرض، ما وجد آدم بخطيئة ولا يوجد مولود بخطيئة كما يقول الآخر، وإنما نحن يولد الإنسان على الفطرة، يولد الإنسان موحدا. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. لكن العجب، وأنا أطالع كتاب الله عز وجل وأرتله بفضل الله سبحانه، وجدت كلمة الإنسان وصفه عجيب في القرآن، أوصاف الإنسان في القرآن، الآيات التي تخص الإنسان. أول صفة له أنه جهول. صفة الإنسان الطبيعية أنه جهول، صيغة مبالغة، ليس جاهلا بقضية واحدة، وإنما هو يعني يحيط الجهل به من كل مكان. الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، قال ربنا: فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان
انه كان ظلوما جهودا، ظلوم شديد الظلم سواء لنفسه او لغيره. وبعدين جهول كثير الجهل، كلما اكتشف شيئا يكتشف جهله، كلما برع في شيء يكتشف انه جاهل في اشياء. سبحان الله، وما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فان ظن انه علم فقد بدا يجهل. فجهل الانسان للاسف الشديد بحقيقته هو الذي يعني يريده موارد التهلكه. لكن الانسان يجب ان يعود الى المنبع ويعود الى البدايه، وهذه البدايه لا يصلحه الا دين. وهكذا العربي بطبيعته لا يصح قانون وانما يصح دين. العربي اول المتمردين على القانون، لكن اذا قانون الله عز وجل، انظر الى الصائم في رمضان، انظر الى مدمن التدخين في رمضان، ربنا يعافيه ان شاء الله ويعافي كل مرتكب لخطأ ان شاء الله رب العالمين، مغلق عليه الباب لا يراه احد لكن الله رقيب عليه. هذه قضية يصحه دين لكن لا يصح قانون. يجد في قاعة معينة ممنوع التدخين، لو غفل الحراس في هذه القاعة عنه لدخن فورا، لكنه في غرفة مغلقة لا يراه احد، او في صحراء شاسعة لا يراه احد الا الله، تجد ان على قلبه رقيب. فالانسان لا يصح الا دين، ولا تصح الا رقابة يعني الهية على قلبه. هذه الرقابة او هذا الوازع من ضمير هو الذي يوقفه عند الخطأ. فالانسان ظلوم والانسان جهول. ايضا سبحان الله، خلق الانسان ضعيفا، قد تغره قوته يوما، لكن علي بن ابي طالب حسم القضية وقطع سبحان الله العظيم الطريق على هؤلاء المتغطرسين وهؤلاء المتكبرين، اخذا حكمة لقمان: انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، يا ابن ادم ان غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك، وان غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. فالانسان لا يستطيع هذا ولا يستطيع ذا، شهواته تقهره سبحان الله، غرائزه تقهره. ابليس هذا الذي لا سلطان له عليه الا الدعوة: وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. هكذا تهزمه غرائزه وتهزمه شهواته ويهزمه ضعفه، فهو بطبيعته ضعيف ولا 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 يقوى الا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ادعو دائما: اللهم يا رب اني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي. امين يا رب العالمين. لان الانسان وحده: يا رب ان تركتني الى نفسي تركتني الى فقر وعيله والى ضعف وعوره، ولكن اذا وكلتني اليك فقد وكلتني الى ايه؟ الى قوه والى ركن شديد، او اوي الى ركن شديد، وما اشد ركن الله سبحانه وتعالى. ايضا الانسان سبحان الله بطبيعته عجول، كان الانسان عجولا يريد ان يحقق الامر هكذا، وهذا الذي يقطع السبيل على الانسان اذا كان في عجلته تلك، ان يستمر في الدعاء. اذا لم يجد ان دعاءه قد استجيب يبدأ في الملل، يبدأ في ان ينتهي. لا يمل الله حتى يمل العبد، لا يمل الله حتى يمل العبد. فالعبد دائما في حالة من الضعف، يريد الان وعلى طريقته هو. لو سارت الدنيا على عقولنا نحن لخربت الدنيا وما عمرت. لو ارادت ام الكريم ان تسير الدنيا وفق هواها لاسترجعت وليدها فورا، لكن الله امرها ان تقذفه في التابوت. اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، يلقيه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. وكل هذه المصائب التي تخيف الكريم يضع رب العباد عليها بلسما شافيا، يقول سبحان الله العظيم: وألقيت عليك محبة مني. إذا هذه المحبة التي وجدت على شغاف أو على الغشاء الداخلي لقلب أسى امرأة فرعون، خلاص قرة عين لي ولك. قال لها: قرة عين لك أنت. قال المفسرون: لو قال لها كما قالت لهداه الله رب العالمين، لكنه أغلق على في وجهه باب الهداية، هو الذي قام بهذا الأمر سبحان الله العظيم. لو سارت الدنيا وفق منهج أم الكريم أن تحتضن وليدها في نفس التو ونفس اللحظة وما ألقته في اليم، ما حصل العالم على الكريم سبحانه. لكن أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد
أعطيتك ما تريد، وإن لم ترض بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. إذن هي إرادة الله في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده أنت. أنا أريد الآن، لكن الله لا يريد بي إلا أمرا آخر، إن رادوه إليك الآن بعد لحظات كان عندها، وجاعلوه من المرسلين بعد سنوات طويلة، بعد 40 سنة 30 سنة، وبعد ان غادر مصر وذهب الى مدين واشتغل سبحان الله راعي غنم، وعاد بعد 10 سنوات لتسقط عنه عقوبة القتل، ويذهب الى الذي كان يخاف منه، حتى يقول ابن القيم كم ذبح موسى كم ذبح فرعون من بني اسرائيل خوفا من الذي يجلس مكانه، ولكن لسان القدر كان يقول يا فرعون لن يربى موسى إلا في حجرك وتحت رعايتك ومن أموالك. فمن القادر؟ من الغالب على أمره؟ المسألة عايزة التسليم، لا بد من التسليم. قال له ربه أسلم، هذا عن الخليل. ماذا قال؟ هل أستخير في الأمر؟ لا استخارة في واجب. هل أردد الأمر على عقلي وعمل دراسة جدوى؟ أبدا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. انتهت القضية. لو سارت الأمور مع يعقوب وفق منهجه هو الأبوي، وفق العاطفة البشرية والغريزة الأبوية الموجودة عند يعقوب، لعاد إليه يوسف فورا دون أن يلقى داخل الجب. لكن الله يريد أمرا آخر، يريد أن يجهز خبيرا اقتصاديا ربانيا نبويا، يعني سبحان الله ملهما موحى إليه، ليدير أزمة العالم الاقتصادية. متى؟ عندما تحدث. لماذا؟ لأن الأمر أمره، ولأن الكون بيده، وهو الذي يدري سبحانه وتعالى ونحن لا ندري، وهو الذي يعلم ونحن لا نعلم. إذا كان ابن عطاء يناجي ويقول يا ربي أنا الجهول في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهدي؟ إذا كان الإنسان في علمه جاهل، لأن العلم قاصر، العلم أعرف قضية صغيرة عن قضية بسيطة جدا، ويأتي صغير ليعلم عني ما أفضل مما أعلم، وهكذا سبحان الله العظيم. يعني وضع معلمها الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم المعلم. قال الرجل الأعرابي لما دخل الإسلام قبل صلاة المغرب بلحظات، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال ما الإسلام؟ شهدت الشهادتين؟ اذهب فاغتسل. ذهب اغتسل وجاء. ما الأمر؟ دخل أذن بلال للمغرب، قال تعالى صلي بجوارنا وبعد نشرح لك الإسلام. ما فهم عن الإسلام شيئا بعد، وقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، سمع الحبيب يقرأ إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. ثم قال رب العباد بعدها لما قضى موسى الأجل وسار بأهله إلى آخر الآيات، الأعراب انتهت الصلاة بصوت مرتفع يا رسول الله كم قضى موسى عند العبد الصالح؟ الله أكبر، ما سمع عن الإسلام بعد، لسه ما يعرف أركان الإسلام سبحان الله، لا يعرفها، لم يقرأ عنها، لم يجلس مع بلال ولا عمر ولا أبي الدرداء ولا أبي ذر ولا أبدا، وإنما قالوا انتظر إحنا نكلمك عن الإسلام لا تستعجل. ولكن بعد صلاة المغرب الرجل لما سمع الحبيب يقول أن حمى موسى والد البنتين يقول له أنت تشتغل عندي، هزوجك بنت بس تشتغل عندي إيه 8 سنوات والله كملتهم 10 جزاك الله خيرا. خلاص يعني الأعرابي لا لا، طب ما هو ربنا لم يقل فلما قضى موسى 10 سنين او 10 سنوات، ها؟ ولما قضى موسى ابر الاجلين او اطول الاجلين او اقصر الاجلين، ما قال القران هذا، لما قضى موسى الاجل. الاعرابي اذن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعلم في القضيه هي ان فوق كل ذي علم عليم، يا رسول الله كم قضى موسى عند الرجل هذا الذي تحكي عنه، اللي قال زوجك بنتي ومهر البنت 8 سنوات او 10؟ قال انظرني حتى اسأل من هو اعلم مني. الان هل هناك في العرب من هو اعلم منه؟ تقريبا انا نسي العرب كلمة الله اعلم. اذا سألت عن اي سؤال في الورد، الورد ما شاء انا متخصص في الكوب، في الاثير، في اي شيء اسأله، بس في اي منطق باي قضية في اي موضوع ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني حاذق الفطن. انظرني حتى اسأل من هو اعلم، يا جبريل
يظن جبريل ده مولود ومخلوق من قبل خلق آدم. يعني شاف إبراهيم الخليل وشاف سيدنا نوح أول الدعاء وشاف سبحان ملك سليمان وشاف داود ورأى موسى وكان معاه عند مدين موجود في, في, في التاريخ كله. يا جبريل كم قضى موسى عند الرجل الصالح؟ أظن جبريل عنده معلومة ولا ليست عنده. لكن جبريل غير مأذون له في الفتية. لكن الذين أرسل إليهم جبريل بالقرآن على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم وبالذات الخلف، مش كل واحد مفتي، لا، احنا نقول دائما ثلاثة من المفتين أربعة بنظرية انقسام الخلية. المهم فجبريل قال للحبيب بإجابة عجيبة: أنظرني حتى أسأل العليم الخبير. لا يضيرك أبدا أن تقول الله أعلم، بالعكس تكبر في عيون الناس، تعظم في عيون السائلين. والله مسألة لست لها، أنا مش لست لهذه المسألة. المهم جبريل يسأل الله عز وجل ويخبر ويخبر، فيخبر الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم الأعرابي ولنا جميعا أن موسى قضى أبر الأجلين وأطولهما. إذن بهذا المنطق الإنسان سبحانه يرتقي الإنسان هكذا، كلما يعلم ضعفه وكلما يعلم جهله وكلما يعلم أنه أيضا ظالم لنفسه ولغيره. سبحان الله العظيم، أيضا الإنسان في القرآن قتور. رجل أبو أيوب السختياني كان رجل من تابع التابعين يعيش في مصر. أبو أيوب هذا له جار عربيد سكير خمر لا يصلي، يعني كل أنواع. سبحان الله، مات الرجل فقيل يا أبا أيوب تعال صلي عليه. أبو أيوب يعني في نفسه قال يعني أروح أصلي على الرجل وأنا أغتابه في نفسه؟ الغيبة يعني حرام للحي، فما بل للمتوفى. قال صلوا عليه أنتم، صلوا على المتوفى ودفنوه. أبو أيوب بالليل ينام يرى جاره هذا يرتع في الجنة، قال لي أضغط أحلام. سبحان الله، إيه اللي ودى ده الجنة يعني؟ ها؟ سبحان الله، يعني هم يقسمون رحمة ربك؟ سبحان الله. المهم قال ما الذي أوصلك إلى هذا المكان؟ أبو أيوب يقيس بمقاييس الزمن بمقاييس الظاهر، يا أخي انت لا تقيس الناس بظواهرهم. المهم قال له يا أبا أيوب لو كنت أنت من الذين يقسمون رحمة ربي إذا لأمسكت خشية الإنفاق. ثم ربت على كتفي أبي أيوب وقال وكان الإنسان قتورا. هو سبحان الله مش الأعرابي لما قعد كده في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الرسول يقول إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بدون حساب، الأعرابي جريء ولا عنده لا إتيكيت ولا بروتوكول، وده صفة جيدة فيهم بصراحة أنا لا أراها، يعني لأنه يقول ما لا نستطيع أن نقول نحن يا أهل لا نقول هنا ولا نقول. لا هو ما شاء الله منطلق كما يقول. سبحان الله، ده واحد منهم كان يعني ابن مسعود واقف كده في الصحراء فريق الماء لا ينزل والارض قاحله والقطيع بتاع الاعرابي، فالاعرابي يرفع يده ويشوح في السماء رب العباد ما لنا مالك قد كنت تسقينا فما بدالك انزل علينا الماء لابلك. لا حول ولا قوه الا بالله. فقال ابن مسعود صدق الاعرابي لا اب لله ولا ولد، لكن لو اياهم ابناء الكتب كانوا سمعوا الرجل كانوا قالوا لي نسأل الله السلام. سبحان الله، فالعبد المسلم يعني سبحان الله هذه يعني قضية أن وفوق كل ذي علم عليم مسألة ليست بظواهر الأمور أبدا أبدا. أحسن ظنك بالناس وخذ الناس كما هم. سبحان الله، يعني ناس سبحان الله. والأعرابي لما وجد الماء نزل والعشب طلع والحمار أعزك الله اللي يركبه ده كل رصيده يرعى، ففرح الأعرابي عايز يشكر الله، قال وعزتك وجلالك لو كان لك حمار لتركته يرعى مع حمار لأنه أحبك. الله خذها يا أخي منه بهذا المنطق. الله يرحمه شيخنا الغزالي، شيخ محمد الغزالي حكى لي حكاية عن والده، حكاية جميلة. والد الشيخ كان عنده بقالة يبيع فيها كل أسبوع ياخذ حصيلة، الكلام ده سنة 1930 من كم سنة، ياخذ الحصيلة 5 جنيه 7 جنيه ويذهب إلى مدينة الإسكندرية يجيب بضاعة جديدة. مرة في مرة اللصوص تابعوا الرجل، فنزل المحطة القطار في الإسكندرية وضع إيده في جيبه
مالك المحفظة. فقعد كده على الكرسي كده في المحطة ونظر إلى السماء. المحل ومش هنجيب البضاعة، مش مشكلة. والأولاد الليلة دي يباتوا من غير العشاء، مش مشكلة. طب أنت كيف هترجعني البحيرة؟ يعاتب ربه يا أخي، والله هو له دلال على الله يا أخي سبحان الله. هذا المنطق بهذه البساطة. نظر وجد المحفظة جنبه. كان زمان اللصوص عندهم أخلاق. كان يسرق المال ويترك الأوراق الرسمية، احتمال يعني تعرف الأوراق لما نحب نستخرجها مرة صعبة. فيبدو والد الشيخ الله يرحمه واضع 10 جنيه، وهي يعني 10 جنيه في الزمن ده يعني تساوي ثروة رهيبة كانت تشتري هذه القاعة يعني. المهم فسبحان الله العظيم وضعها في مكان يعني سبحان الله، ويبدو استحفظها واستودعها رب العباد. فاللص من سرعته ما عرف مكانها. فالشيخ ابو الشيخ فتح البتاع فوجد الايه؟ العشره دي زي ما هي. فبص للسمكه قال ايدك ابوسها سبحان الله، خذها كده، لا تقعد تعمل فيها علم ولا والله يعني سبحان الله. لسه في محاضره كنت اقول لو جاء عمر بن الخطاب ودخل على مجموعه من الاولاد اولاد الكتب، واحد قال له يا عمر بن الخطاب قول لي الفرق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه، يقول انت بتساله في ايه؟ سبحان الله. هو نفس عمر ما يعمل يعني احنا صعبنا المساله. المساله ببساطه شديده، يقين بالله عز وجل وتواصل مع رب العباد وشعور بضعف الانسان وجهله وظلمه لنفسه. فوصف القران للانسان وصف عجيب، كل اوصاف القران بهذا الشكل. هلوع، اول ما يدخل عليه الهم يهلع سبحان الله، المس الخير سبحان الله منوع تجده يمنع، المس الجزء سبحان الله، يجي المال يمنع المال، البليه لا يهدأ له، يريد ان يسير الحياه وفق منهجه ووفق عقله. ابدا والله، مساله مش كما ترى، لكن ألقي المساله برمتها لله رب العالمين، اتركها لله كلها. فلما تتركها لله هذا هو الرقي الحقيقي. اما ان تظن ان الرقي عباره عن 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 مدنيه زائفه او او او, أو اساليب، ابدا والله. الرقي الحقيقي ان يرتقي قلبك نحو الله عز وجل. طيب هذه ربما توطئه بين يدي المحاضره. ندخل الى المحاضره راسا. كيف ينظر الاسلام الى قضيه الرقي الحضاري وهو الاعتناء بالانسان وقيمته؟ الانسان له قيمه. يبدا الاسلام في رقيه الحضاري بأول حق من حقوق الإنسان وهو حق الجنين في بطن أمه. الدين الوحيد والقانون الوحيد والدستور الوحيد الذي يعني يراعي حقوق الإنسان قبل أن يوجد في هذه الحياة هو الإسلام. حق الجنين من البداية قبل أن يوجد حتى في رحم أمه له حق، وهو أن أختار له الأم الصالحة. وأمه يجب ان تختار الزوج الصالح الذي ياتي منه هذا الايه؟ هذا الجنين المكون سبحان الله. وبعدين حق الجنين هذا في مساله الـ يعني الهدوء النفسي عند الام. يعني الاب الذي يتعصب ويعصبي مع الام والام العصبيه سبحان الله العظيم، والعياذ بالله رب العالمين، نسال نسال الولد يعني يولد او البنت يولد متوتر عصبيا. وعملوا تجربه من 3 أعوام في انجلترا على ام مدخنة، فلما بدأت بالحمل منعها الطبيب منعا باتا من التدخين. بعد 6 أشهر وبعدين يقيس نبض الجنين ويشوف حالته النفسية للجنين في حالة من الفرح. فلما اعطاها الطبيب سيجارة لتدخنها والاجهزة الموصلة بالجنين، ارتبك الجنين ارتباك وصار عصبيا وصار سبحان الله العظيم لا اله الا الله. فهو يشعر سبحانه مجرد ان دخنت الام، ويعني يستشعر. ونحن نظن ان الجنين ابدا، الجنين يكون في الذاكره منذ البدايه. ولذلك اول ما يولد المولود ويبكي، عمته تشيله ويبكي، ابوه يشيله يحمله ابدا، خاله خالته اخته ابدا، اول ما تحمله امه، لان 9 أشهر تعود على نغمات ضربات قلبها. فاول ما يجي ناحيه سبحان الله الله اكبر. فالجنين في الاسلام، وهذا هو منتهى الرقي الحضاري، ان حتى من روع اما فاسقطت جنينها خوفها بسياره سريعه بصرخه، حتى قال الفقهاء بصرخه قويه سقط الجنين من خوف، عليه غره اللي ربع او نصف عشر الدية ده خمسه من الابل سبحان الله، ان يدفع للام هذه. عمر بن الخطاب المراه قادمه في طريق ولا ترى من الاتي، ما نظر في الارض
وعمر جاي في الطريق دون ان ترى. المرأة فتحت عينيها فجأة فوجدت في وجهها عبر، فمن شدة الخوف اسقطت ما في بطنها. شيء رعب. انا وعمر يقول لك اذا سار بين الصحابة وحانت له التفاتة مفاجئة سقط جميع من حوله. هذه هيبة وضعها الله لا لجسده لا لجسده. لكن كنت في مرة مستضاف في مدرسة من مدارس اللغات، نسأل الله ان يعافينا واياكم. المهم فبحكي للاطفال يعني، وكان سيدنا عمر اولاد ما شاء الله طويل درجة ان اللي راكب الفرس رأس عمر تبقى بمحاذاة راكب. الولد يقول ده ينفع لعب باسكت؟ يا سبحان الله، ما هو الولد همه بالموضوع يعني تنظيره كده تعليمه كده على كل واحد وعلامه يا اخي سبحان الله. المهم المهم فعمر الله يرضى عليه صعد المنبر وقال ايها الناس ان امرأة اسقطت ما في بطنها عندما رأتني فجأة، علي غرة علي دية علي ربع نصف النصف الدية ولا عشر نصف العشر. قال الصحابة يا امير المؤمنين يعني هي امرأة خوافة طبعا كيف نعمل لها يعني هي اسقطت ما في بطنها الحل. قال علي يا امير المؤمنين ان كانوا قد نصحوك فقد غشوك ويوم القيامة لن ينفعوك، عليك غرة، عليك خمس جمال تدفعها لهذه الام. سبحان الله. هذا الرقي، ايه الرقي ده؟ رقي من الالتزام بالمنهج. الخدم العبيد عند مطعم بن عدي، الرجل اعرابي جاي ربط الناقة خارج المسجد النبوي ودخل يصلي، الاربعة العبيد خادوا الناقة وذبحوها، الرجل طلع ليه الجمل قطع وعلى وشك ان يطهى، فامسك بتلابيب عمر يا امير المؤمنين سرقوا بعيري. قالوا تعال تعملون عند من؟ قالوا نحن عبيد المطعم بن علي. قالوا هاتوا المطعم. عمر رأى الخدم او العبيد عليهم فقر دم وحالتهم سبحان الله يا رب ما اكل. بون بكم ناقتك يا عربي كم؟ قال ب400. حتى العربي زاد، قال امير المؤمنين اطلب طلب كبير. فقال المطعم يا مطعم اعطيه 800، والله يا مطعم يا ابن علي لو سرقوا مرة اخرى لقطعت يدك انت. ايه العظمة دي؟ ايه الحضارة؟ هذه الحضارة، ان اخذ حقي غير متعتع، واليهود يقف امام علي والسيف سيفي، وشريح يقضي لليهودي لما عجز علي ان يأتي بشاهدين غير الحسن والحسين، وبعدين اليهود يصل للباب كده يتوقف الفطرة تعمل. قال يا رجل من اهل الذمة يقاضي امير المؤمنين عند قاضي، فيقضي قاضي امير المؤمنين لرجل من اهل الذمة بالسيف وهو يدرك ان السيف سيف علي. والله هذه اخلاق انبياء بني اسرائيل التي قرأنا عليها عنها في التوراة، وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ان السيف سيف علي. هذا هو الرقي الحضاري، غير كده لا يكون رقي. حكاية ان الظالم يظلم والمفتري يفتري ليس. فالجنين في الاسلام له كل، سبحان الله. شوف الاسلام يجي في رمضان يقول يا حامل افطري. ليه؟ عشان حق الجنين، حق في الماء وفي الغذاء وسبحان الله. والطبيب اول ما يقرر او الطبيب المسؤول ما تقرر فورا تفطر سبحان الله العظيم. ليه؟ لراحة الجنين. هذه الحضارة، هذه الحضارة الحقيقية. وسوف انظر معكم ماذا صنعت ما يقال انها حضارة اخرى سبحان الله العظيم. سبحان الله، عند بعض الفقهاء طبعا الجنين يرث ويحجز له ميراثه على انه ذكر، حتى ولو نكتشف العلم هو ذكر او انثى يحدث لا والله يجي انثى سبحان الله العظيم. ايضا حق الجنين سبحان الله ان بعض الفقهاء اقروا ان تخرج الزكاه عن الجنين، عند بعض العلماء وبعض المذاهب الفقهيه ان الجنين عليه زكاه يدفعها سبحان الله، دليل انه له كيان له وضع سبحان الله. قضيه يعني عظمة الإسلام في رعاية أو تكريم هذا الإنسان بهذا المنطق، يعني ما وصل إليه إنسان أو ما وصلت إليه قانون. فلذلك الحضارة كل الحضارة، أن سبحان الله العظيم يعني يعطى كل ذي حق حقه. ولد الجنين، نيجي للمولود، أول شيء قال حقه يؤذن في أذن وتقام الصلاة في الأذن الأخرى ليسمع كلام الله. اليوم السبع يحنك، نعمل عقيقة، ويجب ان نحسن التسمية. وعمر الله يرضى عليه سبحان الله عاب على الرجل لما سمى ابنه جعرانا، فقال يا امير المؤمنين هذا ابي سماني جعرانا فاعير امام اصحابي. قال يا هذا عققت ولدك قبل ان يعقك سبحان الله. فلو حق
إحسان التسمية سبحان الله العظيم، ثم حلق شعره في اليوم السابع المولود، وبعدين الإحسان تربيته، بعدين قضية الرضاعة والفقهاء تكلموا فيها كيف يرضع يرضع، وبعدين يتفق الأب والأم، نفرض الأم امتنعت والعلماء يتكلموا ويأخذوا في قضية هل الرضاعة واجب على الأم أم هو هي مندوبة أم هي مستحبة أم أنها لها أن ترفض، وعلماء يقول لها ترفض، وهل لها أجر على الرضاعة أم ليس لها أجر، ولو رفضت الأم ماذا نصنع، نأتي بمرضع أخرى ويدفع الأب التكاليف، كل هذا سبحان الله العظيم. وبعدين إيه قال يعني يصل الولد إلى حد إلى سن البلوغ فلا يصير له حق عند أبي إلا حق التعليم إن كان فيه نابها، فأصبح حق للتعليم في الإسلام، وهذا هو منتهى الرقي الحضاري. منظمة الصحة العالمية تعلم أن 150 مليون طفل يغتصب كل سنة في أوروبا وأمريكا، أين رعاية بالأطفال سبحان الله؟ فسبحان الله، وهذه مقرراتهم، هذه مقرراتهم، وذكرنا مرارا وتكرارا أن سبحان الله أوروبا وحدها تنفق على الكلاب والقطط 67 مليار، إنها حضارة القطط والكلاب سبحان الله، يعني حضارة الهوهوة والنونوة، يعني ليست إلا هذا، يدعون أنها حضارة، حضارة إيه؟ وبعدين التعليم والصحة 13 مليار، 6 مليار للتعليم للصحة و13 مليار للتعليم، 19 مليار، ربع ما أو ثلث ما ينفق على القطط والكلاب، يعني الواحد فينا ما يسويش ثلث، نسأل الله السلامة، يعني سبحان الله حول ولا قوة إلا بالله. فالمولود له حق سبحان الله، المولود أصبح طفلا، أصبح مسألة المداعبة، لعبه سبعا وأدبه سبعا وصادقه سبعا، ثم اترك له الحبل على غاربه وقل له وكلتك للحي الذي لا يموت سبحان الله. أما مسألة سبحان الله العظيم قضية الحق الآباء والأمهات، البر، ولن يدخل الجنة عاق والنار باب من أبواب، والعياذ بالله، عقوق الآباء والأمهات هناك، حيث الأب والأم سبحان الله يعني في يوم يسمى مش عارف عيد الشكر ولا عيد إيه يرى ابنه من العام إلى العام، وربما لا يراه أو يرى ابنته، أما بفضل الله سبحانه وتعالى التواصل الموجود، هذا هو الرقي الحقيقي، هو قيمة الإنسان، إعلاء قيمة الإنسان. كلاب ابن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل كبر في السن وكف بصره، وأبو كلاب عبد الله أو أبوه، وجاء باكيا إلى عمر، رجل عنده 90 سنة، فاهتز عمر، ما يبكيك يا أبا كلاب؟ قال كلاب يا أمير المؤمنين، ماله كلاب؟ قال ذهب مع سعد القادسية وإنه أوحشني، أنا أوحشني كلاب، أريد أن أضمه ضمة وأن أشمه شمة قبل أن أموت. رقة عمر يحرك محمد بن أبي مسلمة كبير اليوران أو كبير التشريفات سميه ما شئ إلى العراق فورا بأمر من أمير المؤمنين، كلاب ينزل أجازة فورية. المهم يعني ليست هذه في رسالة عمر، يعني احنا بس نتكلم من صلاة العصر يعني. المهم جاء كلاب، أول ما وصل وصل على عمر أمير المؤمنين، نعم يا أمير المؤمنين، بعد أيام قال ماذا تصنع مع أبيك؟ قال والله يا أمير المؤمنين لا شيء إلا ما أمرني الله به، أعمل إيه يعني؟ اللي ربنا أمرني به، آتي لأفضل ناقة عندي فأريحها وأبرد ضرعها وأمسحه وأغسله بالماء حتى يبرد، ثم أحلب له غبوقة ثم أدخل فأسقيه ثم أدخل إلى زوجتي وأولادي. قال يا كلاب أريد أن تصنع هذا، عايزك تعمل الكلام ده. كلاب جاب الناقة غسلها وراح وحلها، غطى عمر الإناء وأرسل إلى والده، تعال أبا كلاب، نعم يا أمير المؤمنين. قال لكلاب لا تتكلم، الرجل مكفوف البصر. فناول عمر كوب اللبن لأبي كلاب، فالرجل أول ما قرب الكوب أجهش بالبكاء، أجهش حتى بكى عمر، لا يبكيك يا أبا كلاب. قال والله يا أمير المؤمنين إلا أن تقول قد خرفت إني أشم رائحة هذا كلاب في دماء. قل فبكى الحاضرون جميعا، وقال عمر بمثل هذا فليعمل البار لوالدي. إذن قضية البر، قضية العيت الكبير سبحان الله، ولذلك ما نتمنى أبدا أن يساء إلى أب أو إلى أم لمسألة يعني سبحان الله. أما الرقي الحضاري في التعامل مع المرأة وحقها في الإسلام، هذا الأمر يعني الكل يعلم، الكل يعلم، ولا أريد أن أدخل في تفصيلات فيه سبحان الله العظيم. يعني رجل ذهب يشكو إلى الأصمعي، الأصمعي كان صاحب نكتة، فقال له زوجتي تعمل معي كذا ومرأتي تعمل كذا وغلبني في كذا. فقال له أصمعي أتحب أن تموت
يعني تحب كده ملك الموت يزورك يعني ياخدها من عندك استريح يعني. قال اخشى ان اموت من الفرح. سبحان الله يعني يعني ما هي لو ما يمكن ان اموت من الفرح الحقها سبحان الله. بس على اساس ليديز فيرست يعني زي ما يقولوا الاجانب سبحان الله. وطلعت القضيه خاسره من اولها. يعني انا اريد ان اقول ان هذه الحقوق التي للافراد بضعفهم اتقوا الله في الضعيفين في اليتامى والنساء. كان الهنود زمان الزوج لما يموت يعملوا حاجتين، يا اما ياخذوا زوجته ويدفنوها حيه بجواره يعني سبحان الله، او يحرقوا جثتها والسلام عليكم وانتهت على كده سبحان الله. الاسلام ينظر الى الى الى, إلى, إلى العصور الوسطى كانت الكنيسه ترى انها ان لا يمكن ان تكون فيها روح الله عز وجل، يعني روح الله التي نفخها في ابينا ادم نفخها في حواء فقط، وهم عندهم في ذهنهم او في ذهن الاخر ان حواء هذه السبب في اخراج ابينا ادم من الجنه، ودي كلام مش طيب. وعصى ادم ربه فغوى، هم الاثنين عصوا، لكن القران يحافظ على حياء المراه. ولو عصى ادم ربه هما كلاهما اكل، ما اكل كلاهما من الشجره، لكن من عظمه القران ومن ادب القران ومقام المراه في القران لو عصى ادم سبحان الله. طب وبعدين ايه يعني سبحان الله؟ فاهبط منها، اهبطوا منها، اهبطوا من سبحان الله للاثنين. لكن في العصيان لو ادم سبحان الله لم يقل ان حواء كان السبب والثعبان وقصه الحيه ودخلت الحيه، يا عم الله يرضى عليك ويهدي سواء السبيل. سبحان الله المراه في الاسلام هي المراه الوحيده التي لها ذمه ماليه منفصله مهما يقول القائلون. ذمتها الماليه لا يسالها زوجها من اين وكيف وكم وكم ترك لك ابوك وكم يعطيك اخوك، الكلام ده غير وارد ابدا في ان نسال نساءنا. والاسلام من عجائبه ان سبحان الله تعطي المرأة الغنية من زكاة مالها لزوجها الفقير سبحان الله، وثم يرد هو بالإنفاق عليها مرة أخرى سبحان الله، وتستفيد حتى من مال الزكاة. لكن هناك في بني إسرائيل أبدا أبدا. سيدنا موسى لما ألقيت الألواح وأمسكها، والراوي في الحديث ابن عباس قال يا ربي أرى في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم، يا رب اجعلهم أمتي. قال كلا يا موسى إنما هم أمة أحمد. قال يا ربي أرى في الألواح أمة صدقاتهم يعطيها الغني للفقير ثم يأكل معه منها، يا رب اجعلهم أمتي. قال كلا يا كريمي إنما هم أمة أحمد. يا ربي إني أرى في الألواح أمة من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبتها له عشرا، وإن هم بسيئة فلم يعملها ما كتبتها عليه شيء، وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، اللهم اجعلهم أمتي. قال يا موسى إنما هم أمة أحمد. أقسم ابن عباس وقال فألقى موسى الألواح من يديه وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد. سبحان الله، هذه العظمة، هذا الانتماء العجيب الذي ننتمي به إلى رب البرية سبحانه وتعالى في منهجه. هذا هو الرقي الحضاري، المرأة وكيانها وحقها في أن تختار الزوج، حقها في الخلع وحقها في الطلاق سبحان الله العظيم. والمرأة اللي اشتكت لعمر رضي الله عنه ما لك يا امرأة؟ قالت والله يا أمير المؤمنين أنا لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني نظرت من خلف الباب وهو آت مع أصحاب، شو نص الآت واسمع، رأيت أقصرهم وأقبحهم وبالنص كده وأنتنهم عزكم الله، يعني مش ممكن. قال ارجعي إلى بيتك، تعال تعال يا رجل يا بلال خذه إلى بيت المال، خليه كده غسله خليه يغتسل، دي بتاع الصابون والشنن والحياة وعطره، وهات الحجام يضبطه تمام، واعطيه كسوة من بيت المال وقلم له اظافره، يبدو رجل يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله خالص يعني هيبس قبل التاريخ. المهم وبعد ما كده قعد عمر جنبه وارسل لزوجته قال عندما تدخل سوف اجلسها بجواري ضع يدك عليها. فدخلت المرأة مستحية، نعم يا امير المؤمنين اجلسي. فالرجل اللي جنب امير راح واضع ايده عليه قالت يا لقع امام امير المؤمنين هيبقى راجل انت راجل من انت؟ قال عمر دقق يا امرأة، الزوج المعدل في موديل جديد 2007 ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما سبحان الله الله اكبر. فلا الله والله انه يشبه زوجي بس فين الفرق، سبحان الله نظيف ما شاء الله.
قال ابن عباس يقول والله إني أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل زوجتي لي. إذن هذا المنطق وهذه الحضارة وهذا الرقي هذا سبحان الله العظيم. يعني إذا يعني سرنا وفق المنهج يستريح القاضي ويستريح الحاكم ويستريح رجل المسكين بتاع وكيل النيابة وبشر أمامه أوراق وأمامه سبحان الله وهذا ألحن في حجتي وهذا يعرض قضيته بهذا المنطق. فسبحان الله شريح من كثرة المشاكل اللي تجيله دخلت عليه امرأة باقية تبكي زوجي ظلمني وشريح قاعد كده عامل زي ايه وجهه ثابت. فالرجل تاثر بالمكان المرأة قال له يا شريح مظلومه. قال اسكت يا رجل. قال يا عم انت عايز اكثر من المرأة تنتحب. قال اسكت. لقد جاء اخوه يوسف اباهم عشاء يبكون وقتلوا اخاهم. يعني رموه في البير انا تعودت على هو تعود على ايه كثره ويعرف من الظالم ويستقرئ الوجوه سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان سبحان الله العظيم الاسلام اعطى كل ذي حق حقه. تعال الى 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 قضيه ان جميعا لنا حقوق في قضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن ايه ولكن بالطريقه التي يحبها رب العباد عز وجل. يعني لا اكون رفيقا فيما امر رفيقا فيما انهى عالما بما امر عالما بما انهى عاملا بما امر عامل. يعني انا عن رفق وعلم وعمل. ان لم يكن هذا فلا فائده بالعكس تنفر الناس. فبهذا المنطق سبحان الله تجد حقوق الاقليات في الاسلام الله اكبر. كل اقليات دي عجيبه لما تقرا فيها تقرا العجب العجاب. هذا قمه الرقي. وعمر يجد الرجل الذمي يسأل المسألة ياخذ الخازن بيت المال يقول له أكلنا شبيبته. خذ هذا يأخذ عطاء من بيت المال مش يدفع لبيت المال لا يأخذ عطاء من بيت المال سبحان الله. حق الأقليات في الإسلام أغرب من الخيال سبحان الله العظيم. في المسجد الأموي لما أراد عبد الملك يوسعه وكانوا سبحان الله في قطعة النصارى فيه معروفة في تاريخ الشام كله سبحان الله. فلما اراد امير المؤمنين يعني يساوم النصارى ان يعني قالوا لا رفضوا القساوسه بيع فكان المدخل واحد يصلي المسلمون والنصارى بجوه سبحان الله. فاراد عبد الملك بن ان يعني قال لهم طيب نبني لكم كنيسه كبيره تصلون بها وتتركوا المكان للمسلمين. فرضوا ممكن او بقرار سيادي من امير المؤمنين ويخلص المشكله لكن لا ليش القضيه هكذا. قضيه سبحان الله العظيم القران بعظمته ينصر يهوديا على مسلم في قضية ابن الأبيرق ولا تكن للخائنين خصيما. لأن هذا دين رباني دين يرتقي بالإنسان. أما دين سبحان الله الظالم هو الذي له اليد الطولة البقال الأقوى البقال الأظلم. ترسانة العسكرية تصنع كل عام العام الماضي 2006 763 مليار دولار تدمر البشرية 12 مرة. مش طب لو دمرناها مره واحده مش كفايه؟ هل هذه حضاره؟ هل هذه مدنيه؟ ابدا والله سبحان الله العظيم. المشردون في العالم هذا المنطق ليس هذا رقيا بل بالعكس الاسلام وضع هذه الاسلام وضع حقوق لكل الضيف له حقوق الاجير له الخادم اللي يعمل عندك الساق اللي يعمل مدير مكتبك كل هؤلاء كلهم لهم حقوق عليك سبحان الله العظيم. يا سعد وهو والي امير على 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 فارس كلها ماذا تصنع؟ يعجن العجين ماذا تصنع؟ قال اما عندك من خادم وانت الامير على كل الفارس وايران قال ان الخادم ارسلناه الى السوق ولا نريد ان نجمع عليه امرين. هذا ولا سبحان الله العظيم يركب مع 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 مولاه سالم ورايحين ايه يتسلموا مفاتيح بيت المقدس يعني شيء يوم نصر الاسلام. عمر كان الواجب يعني يلبس والناشين واكاليل الغرب ابدا. يقول له يا سالم احنا مش ممكن نركب الدبه انا وانت من المدينه لبيت المقدس الدبه تهلك احنا نقسمها انا اركب شويه وانت تركب. طب نقسمها ازاي ما فيش ساعه؟ قال له عمر انا اسير واسمع لك جزء من القران وبعدين اركب انا وانت تنزل تسمع لك الجزء اللي بعده كده يبقى ايه زياره وتجاره. شوف التجاره مع الله سبحان الله اكبر. والله ما قرانا تاريخنا والله ما تدبرنا فيه. المهم ظلوا هكذا الى ان دخلوا على مشارف بيت المقدس. جت النوبة على سالم انه يركب فسالم استحى. قال له يا امير المؤمنين اركب انت. قال لا والله ما انا باغنى من الثواب منك. اشمعنى يعني تصدق علي انا عايز اخذ الاجر يا امير المؤمنين. المهم القساوسة 17 اللي معاهم مفاتيح بيت المقدس عايزين يسلموها لامير المؤمنين شخصيا. قضية التواضع هذه النعمة التي أقول دائما إنها النعمة الوحيدة التي لا تحسد
نعمة التواضع، اللهم ارزقنا هذا الامر يا رب جميعا، سبحان الله. فعمر ماشي، فالقساوسة جايين يسلموا على من؟ على الراكب. يعني اصل منطق، ايه المنطق؟ من يركب ومن يمشي؟ سبحان الله. مش زي والعياذ بالله عزكم الله حمار الحكيم. حمار الحكيم ماذا قال؟ قال حمار الحكيم يوما: لو انصف الدهر كنت اركب. هو الحمار الحكيم بيقول انا ليه مركوب؟ انا ليه لو الدهر بنصف؟ ها الحمار متمرد. قال حمار الحكيم يوما: لو انصف الدهر كنت اركب، فانني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. العام الحكيم ده يعني سبحان الله، ده لانه فاهم، انه فاهم، هو مش فاهم، سبحان الله. المهم عمر الله يرضى عليه، الناس يروحوا على سالم، فسالم يقول له امير المؤمنين هذا، فيسجد البطارقه ويقولون، واحدهم يعد الرقعه التي في ثوب عمر، يقول والله قرانا في كتبنا المقدسه ان الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس حاكم عادل يسير في الارض وخادمه راكب في ثوبه 17 رقعة، يخوض في مخط الطين. يقول يا امير المؤمنين تخوض معاوية وعمرو وعكرمة وكل دول سبحان الله يستقبلوه، هل تخوض في مخاضة الطين في يوم اعز الله فيه الاسلام؟ قال اسكتوا، والله كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، وان ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله. هذا تقعيد القواعد. فحق الاجير وحق الخادم سبحان الله العظيم، حق الـ 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 حق المريض. كان في وقف اسمه وقف إيناس المريض. إيناس المريض يعمل ايه؟ يعني المرضى الميؤوس من شفاهم، واحد يعمل وقف يجيب ناس يجيدوا القصص، حكايات الحلوة عن الامل. يقول يا اخي ده انا كان عندي واحد قريب، ويعلي صوتهم، والله كان عندي واحد قريب ومريض مرض وده، وبعدين قعد يدعو الله بالامل، فجأة كده ربنا يشفيه. والامل ايه؟ يستشري. مش اللي المرأة عجوزة حصلت في التاريخ، راحت تزور قريبا، تعزي في قريب له، وهي خارجة لقيت ابنه الكبير ايضا مريض، قال برضو البقاء في الله في ده، لان انا ست كبير ما اقدر اجي تاني، البقاء لله بالمرة، يعني ما انا ما عنديش وقت، يعني انا تعبانة سبحان الله. والاخر الذي ذهب ليعود المريض يقول له مالك؟ قال له ابدا اسكت يا شيخ، صدري يجي لي ويضيق علي بالليل والم شديد. قالوا لا حول ولا، نفس المرض اللي مات بيه عم الشهر الماضي، سبحان الله. هذا ليس من المبشرين، ولا حتى من المبشرين التانيين حتى، سبحان الله. فبشروا ولا تنفروا، المريض له حقوق سبحان الله. اما حق اليتيم، حق اللقيط، انا بس سبحان، حق الطريق لا اله الا الله، حق المجتمع عليك، حق الدوله سبحان، حق الحاكم وحق المحكوم، كل هذه حقوق. هذا الرقي الحضاري الحقيقي. اما ما قدمه المسلمون من حضاره، يعني هذا حديث كبير، وحديث يعني ياخذ مجال. المسلمون قدموا اوليات ما قدمها احد سبحان الله. ولذلك المال الذي في ايدينا ان صيرناه حلالا انجبنا مره اخرى جابر بن حيان والخوارزمي والفارابي وابو بكر الرازي وابن رشد وابن سينا والحسن بن الهيثم، سبحان الله. اول عطر في التاريخ مسجل باسم من؟ جابر بن حيان، اسمه عطر غالية. اول عطر مركب ركبه جابر في معمله، وكان اذا استعصت عليه معادلة في الكيمياء استعان عليها بقيام الليل، سبحان الله. ما يعني العلم نور، ونور الله لا يهدى العصر ابدا سبحان الله. فنحن ما عقمت الامة، ونحن لا نقول لسنا تراثيين، لا، نحن نجب ان نكون تراثيين حدثيين، يعني بمعنى ان ناخذ الى ما وصل اليه اجدادنا واباؤنا الصالحون هؤلاء، وكانت اموالهم حلالا وكانوا يتقون الله رب العالمين، وكانت ما تهمهم المظاهر. كان شيخ رحمه الله عليه في مدرسه دار العلوم اللي حاليا تسمى كليه دار العلوم، الشيخ حسن الطويل، كان رجلا عالما فذا، قال له يا شيخ حسن الخديوي جاي يزور المدرسه اللي حصلت كليه الان، فسبحان الله. يعني من اول السنه وانت يعني هذه الجبه القديمه البس، يعني بس قال طيب ان شاء الله. متى الخديوي جاي؟ يوم السبت. ان شاء الله. الشيخ حسن جاي يوم السبت بنفس الثياب. قال يا شيخ حسن احنا، قال انا جبتها ما تخافوش، هذه الجبه الجديده والثوب الجديد يعني في صره، اول بس ما اصل الى الباب ان شاء الله على طول ارتديها وادخل عنه. وصل الخديوي، دخل الاساتذه الشيوخ يسلموا على الخديوي. الشيخ حسن داخل بنفس الصره، نفس الثياب القديمه. قال والله قالوا لي ان البس لك ثوبا جديدا، ان اردت حسن الطويل فانا حسن الطويل، عايز الثوب خذه، سبحان الله.
هذه الثوب الجديد هو سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله هذه يعني سبحان الله العظيم. أبو يزيد الرقاشي وأنهي المحاضرة بهذه القصة التي تدل وتنم عن الرقي الحضاري في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن قساه في النهي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندنا قسوة وعندنا فظاظة وننظر إلى الناس من علي وننظر إلى الناس أننا أفضل منهم وأننا أذكى منهم وأننا أفضل منهم. أبدا أبدا والله. عامل الكبير أنه أب وفي سنك من هو أخ والأصغر اب. فبر أباك وصل أخاك واعطف على ابنك وانظر إلى من هو يكبرك سنا وقل سبقني إلى الإسلام ومن هو يصغرك سنا وقل سبقته بالذنوب وإلى من هو في عمره وقل أنا أعلم بذنوبي منه. هذا هو الارتقاء الحقيقي. أما الإنسان الذي يريد أن يرتقي بمنظر أو أو أو, أو, أو إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أبو جعفر المنصور ضحك عليه واحد مجوسي وقال له يا أمير المؤمنين الناس وربما القصة تحفظون لكن يعني ما تكرر تقرر. الناس في الطواف يشم بعضهم رائحة عرق بعض. طب أنا ذنبي في إيه؟ يعني أنا أقول للناس الكم ألف ولا المليون اللي يحج كل واحد يعني مرعم. لا أمير المؤمنين بسيطة جدا. بخور وعطور وطيب فوق سقف الكعبة الريح تهب الناس تشم. انطلت المسألة على أبي جعفر. وأحيانا الإنسان بطبيعة العربي بطبيعته ما لا يعرف لا اللف ولا الدوران. إحنا فاشلين في السياسة. السياسة كلها لف ودوران. فالعربي طيب بسيط سهل سبحان الله. الوقت فبلغ أبو اليزيد هذا العالم الجليل بهذه المسألة. ولابد أن يكون هناك حوار مع الكبار بأدب أيضا. فقال أعلم الناس أنني ذاهب هذا الموسم إلى الحج. طار الخبر الى بغداد. امير المؤمنين بلغه عظيم مدام ابو يزيد يحج يبقى احنا في معيته. بلغه ان امير المؤمنين وارسل متى درس الحج الاساسي الاول؟ قالوا عند التنعيم في اليوم السابع. جميل من ذي الحج. ابو جعفر وصل وكان في اول صف جالس منتظر درس ابو يزيد. أبو يزيد أشار إلى حد من المريدين قال له أنا أبدأ الحمد وأما بعد وأنت توقفني وتقول لي ادعي الأمير المؤمنين وكده يعني اتفق عليه. أما بعد رفع البريد يده يا إمام ادعو لأمير المؤمنين بطول البقاء بارك الله فيه أمن البلاد وأمن العباد وعمل الثغور وفتح وربنا أكرمه والحمد للناس في خير وفي أمن وفي جميل. وحتى من 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 قلبه العامر بالإيمان وضع لل طائفين بخورا وطيبا فوق سقف الكعبة بدلا من أن يشم الناس رائحة بعضهم البعض يشم كل واحد منهم ريحا طيب. ثار أبو اليزيد اسكت يا رجل أنت تفتئت على الحكام أنتم تكذبوا على خلق الله. يا رجل أمير المؤمنين هذا أعلم الفقه مني ومنك. أتظن أن أمير المؤمنين العالم بالفقه يضع البخور والطيب فوق نيران ويطوف الناس حول الكعبة كما يصنع المجوس؟ يا رجل اتقوا الله في الحكام. ابو جعفر للحاشية اجروا غام نزلوا البخور نزلوا الطيب ما تودوناش بداية سبحان الله العظيم. ووصلت الرسالة مغلفة مهذبة بأدب العالم وبفخ الفقيه. هكذا يكون الإنسان في دعواته. أنت حتى في البيت سبحان الله أولادنا لا يسمعون للنصائح لأن نصحنا جافة جافة. الأم كل صليت صليت الوالد بالطبيعي هيقول ايه؟ ها هو شاف وداعة الاب مع امه اصلا يعني اساسا سبحان الله العظيم. فيعني بالله عليك يعني هذه الوداعة تورث ها. فالرفض يكون لكن لابد من جسور المحبة لابد من جسور التواصل لابد من ان نستشعر عظمة هذا الدين وعظمة انتمائنا اليه. تفلحون احبتي في الله. يعني طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا وشكر الله لكم لتجشمكم الحضور. ونود أن يكون الحضور كل يوم في المحاضرات لإخواننا الدعاء إن شاء الله يعني أكثر من هذا كمان إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. وأنتم أهل الخير دائما. بارك الله في راعي الجائزة بارك الله في من يقومون على هذا الأمر بالخير بارك الله في أخي المستشار إبراهيم بملحة رئيس الجائزة وإخوانه العاملين معه وأبناء بوركتم جميعا وتقبل الله منا ومنكم
وجعلنا وإياكم من أهل الارتقاء إليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم بارك في هذه البلاد وأمنها منها يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، واحفظ أبناءنا وأبناء وبناتنا من كل مكروه وسوء، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات وبناتنا بالأزواج الصالحين، ووفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، واجعلنا ممن يعيشون في ظل القرآن ونور القرآن يا أكرم الأكرمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله عني خيرا وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها